بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته قال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قذوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقولوا ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله نعم بقيت المسألتان فنذكرهما الآن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الأولى قال عليه الصلاة والسلام عن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.